السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello my dear students، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكل طلاب اكاديمية جينيوس للصف الثالث الاعدادي. النهاردة ان شاء الله معدنا مع ليلة الامتحان للصف الثالث الاعدادي، ان شاء الله باذن الله تكون اقوى ليلة امتحان. النهاردة معدنا مع اهم السكيلز او اهم المهارات اللي درسناها طول السنة بامر الله، فباذن الله هيكون فيديو مفيد جدا. ما تنسوش ان انتوا لايك وسبسكرايب للقناة، وكمان تسمعوا الفيديو للنهاية، هتستفيدوا حاجات كتيرة جدا. ولو ما سمعتوش فيديوهات الشرح الخاصة بمنهج تالتة اعدادي، هخليكم في ديسكريبشن بوكس التلات فيديوهات اللي فيهم ملخص المنهج شامل. يعني من الاخر، لو اول مرة تفتح الكتاب، كل اللي عليك ان انت تسمع اربع فيديوهات شاملين ووافيين للمنهج كله، لكل حرف في المنهج، فما تنسوش تتفرجوا عليهم وقولوا لي كمان رأيكم في الكومنتس. يلا بينا نبدأ. Let's start the final revision او الليله اللي قبل الامتحان. انا لخصت لكم في الملزمه دي ان شاء الله كل الحاجات المفيده اللي احنا درسناها او السكيلز، من اول الديالوج او الاسئله اللي جت في الديالوج، وازاي ان انا اكونها، وازاي ان انا ارد عليها. تمام؟ طيب هنقولها مع بعض دلوقتي بالتفصيل، وفي نهايه الفيديو انتظروا ان احنا هنحل مع بعض جورنان الجمهوريه بتاع السنه اللي فاتت، وفي اسئله مهمه جدا، وكمان في الباراجرافات المهمه قوي، فركزوا معايا وشوفوا كده هنبدا بايه، وما تفوتوش اللحظه. هاتوا الورقه والقلم واكتبوا كل الحاجات المهمه، وان شاء الله باذن الله هسيب لكم الملزمه في الديسكربشن بوكس، عشان برضو اي حد يحب يطبعها يقدر يطبعها بكل سهوله ان شاء الله. تمام؟ وبرضو تابعوا معايا على الجروب، هتلاقوني هبعت لكم الملزمه لو انتم مش هتحملوها من الدرايف. اول حاجه هنشوفها النهارده asking and answering a question about making a prediction and the future ability. طبعا احنا شايفين قد ايه مهتمين بالfuture ability، بالقدره اللي هنعملها في المستقبل او الحاجات اللي نقدر نعملها، او بمعنى اصح منهج ثالثه اعدادي هو مركز قوي على الفيوتشر. تمام؟ فخلونا نشوف مستقبلنا هيمشي ازاي. طيب اول حاجه ازاي ان احنا نعمل سؤال، وازاي ان احنا نجاوب عليه عن البريدكشنز او التنبؤات في المستقبل. What's your dream job؟ ولو انت طالب بتدرس المنهج المصري وبتمتحن في مصر، فده اول حاجه هتقابلك. ولو انت طالب سفاره، وان شاء الله باذن الله بعد ما تخلص امتحانات السفاره اللي تشوز كوريكت انسر وترجع مصر، ده برضو اول سؤال هتلاقيه في الورقه، لان امتحانكم امتحان عادي جدا. تمام؟ وانتوا عارفين ان احنا في سنه ثالثه اعدادي لازم ننزل ان شاء الله في مصر عشان نحصل الدرجه، وربنا يوفقكم باذن الله وتدخلوا ثانويه عامه ويكرمكم بامر الله. What's your dream job؟ ايه يا ترى وظيفتك، او ايه وظيفه احلامك، نفسك تكون ايه؟ My dream job is، وعلى حضرتك هتكتب هنا اسم الوظيفه. تاني What's your dream job؟ مثلا My dream job is to be a doctor، My dream job is to be an engineer. ونصيحه مني، ما تكتبش كلمه انت متلخبط في حروفها، ما تكتبش كلمه انت متلخبط في حروفها. ولو انت بتدرس او بتمتحن في مصر لازم تقرا الديالوج كامل، اقرا الديالوج كامل عشان ممكن يكون هو محدد وظيفه معينه، فما تفكس انت من دماغك وتقول مثلا اي او my dream job is to be a doctor، ويكون هو تحت بيتكلم عن teacher مثلا. تمام؟ فنركز في التفاصيل الصغيره دي. اول خطوه عشان تحل الديالوج مظبوط و100 وتاخد درجته في جيبك وانت في الامتحان، هو انك تقرا الديالوج كامل بالانجلش، بعدين تبدا تترجم وتشوف المطلوب منك ايه. هنا مطلوب وقت، هنا مطلوب مكان، هنا مطلوب ان انا اقول اكسبريشن او تعبير معين، فركز وعلى مهلك. والديالوج ده اسهل سؤال لانه سؤال مقالي، واي اسئله مقاليه المفروض انك بتخش الامتحان بتمتحنها وتاخد درجتها في جيبك وانت خارج، لان ده السؤال الوحيد اللي ما يقدرش يقول لك ده صح وده غلط الا لو كان الغلط بتاعك اب نورمال وحاجه ملحوظه جدا. تمام؟ طيب يبقى انا لما يجي يسالني واتس يور دريم جوب، هقول له ماي دريم جوب از تو بي ا، وهقول اسم الجوب اللي انا بتكلم عنها او اسم الوظيفه. What can you do to get your dream job؟ هتحقق حلمك ازاي؟ I can، قلت بقى فيرب في الانفينيتيف. I can study hard. I can do well. يعني المهم ان انت تكتب انت تقدر تعمل ايه. هتختار برضو كلمه انت عارف حروفها كويس. بعد كده asking and giving opinions، ده برضو مهم جدا، ازاي ان انت تدي رأيك، ومش بس كده تسأل وترد. ماشي؟ What do you think people will ride in the future؟ مثلا تفتكر الناس هتركب ايه في الفيوتشر؟ بما ان احنا بنتكلم عن الفيوتشر. Anyway السؤال الرئيسي بتاعك هو What do you think people will، وبعد ال will infinitive.
سواء كنت هتسأل عن وسيلة مواصلات، سواء كنت هتسأل الناس هتعمل ايه في المستقبل، سواء كنت هتسأل هتتفرج على ايه في المستقبل، يبقى انا السؤال او التكوين الاساسي للسؤال what do you think، ماذا تعتقد او ايه رأيك، be ball well والverb في الانفينيتيف اي فعل عندك. طيب لو انا السؤال اتسألته what do you think، انا اجاوب ارد اقول ايه، I think that وابدأ اقول جملة، I think that وابدأ اقول جملة، I think that more people will ride، واقول هنا وسيلة المواصلات لان الدرس ده درس اساسي عندكم في المنهج. تمام. Do you think، هل تعتقد، هنا انا بسألك عن رأيك، اجابتك حاجة من اتنين، يا اما yes يا اما no. يبقى لما يجي لي السؤال do you think واي حاجة هو هيقولها، انا هقوله yes او no. Yes I think that، انا موافقك في الرأي، او no I don't think so، لا اعتقد ذلك. What do you think about، طب ما رأيك في كذا، طب في تيتشر طريقة تانية ان انا اسأل عن الرأي بيها، او what's your opinion، what's your opinion، ايه رأيك، وممكن اقول about وبعدها اسم الشيء. يعني انا مثلا عايز اسألكم عن رأيكم في الانترنت او في التعليم الاونلاين، هقول لكم ايه، what's your opinion about online learning، ايه رأيكم في التعليم الاونلاين، تقول والله I think كذا I don't think كذا، اعتقد ده وما اعتقدش ده، او رأيي كذا، او اني اقول I think that، I think that وابدأ اقول رأيي، I think that وابدأ اقول رأيي. تمام. ياريت لو حابين تاخدوا سكرين عشان برضو تبقى الايه وانتوا بتذكروا تساعدكم. نشوف what's after، asking for clarification يعني اسال عن توضيح او طلب عن توضيح. طيب I'm still confused يعني انا لسه متحير، انا لسه متحير، يبقى I'm still confused انا لسه متحير. could you say، تقدر تقول that in another way، ان بطريقه ثانيه، ممكن تقولوه بطريقه ثانيه، هنا انا بطلب من حد ان هو ايه، ان هو يشرح لي حاجه معينه، انا بطلب من حد انه يشرح لي حاجه معينه، فاقول له ايه، I'm still confused انا لسه ما خدتش قرار، او ممكن تشرحه لي بشكل تاني، هنا انا برضو انا بسال عن يعني ان انا مطلوب من الشخص ده ان هو يعمل لي، ان هو يعمل لي توضيح، ان هو يعمل لي توضيح. تمام. could you give me an example، ممكن تديني example، could you give me an example، ممكن تديني example. when you say or do you mean، هنا انا برضو بسال بقول هل تقصد هذا او هل تود هذا او ماذا تعني، يبقى انا عشان اسال او اسال طريقه للسؤال could you say that in another way، ممكن تقول لي الكلام ده بس بطريقه ثانيه، انا هنا برضو بطلب منه clarification او توضيح. تمام. طيب could you give me an example، ممكن تديني سؤال، ده برضو مهمه او سهله كمان ان انا ايه استخدمه. تمام. وعلى فكره لو انت بتتلخبط في حروف كلمه example، فكلمه example هتلاقيها عندك في اسئله الامتحان. طيب انا دلوقتي حد طلب مني توضيح والمفروض اني انا برد عليه، بعمل له confirm، بعملها ازاي، I'm sorry but I'm not sure، انا مش متأكد، what you mean by that، انت تقصد ايه. طب لو انت حد قالك وانت ما فهمتش، هتقول I understand that now، I see، ده هنا ان انت بتقول انا مش فاهم، لكن لو انت فاهم هتقول I see or I understand that now، انا فاهم ده دلوقتي. طيب discussing about working animals، لما اكون بتكلم عن الانيمالز، عن الحيوانات، ده في اليونت بتاعه الكومبيرتيف، what other animals are used to work، to do work for us، ايه الحيوانات الاخرى اللي بتشتغل عشان خاطرنا او بتشتغلنا، I think buffaloes cow and camels. المهم ان انا لما اجي اسالك what other animals are used to work for us، او حتى لو هقول لك what other animals كده دي على بعضها، are used to، هقول I think والإجابة، I think والإجابة. How should you treat animals، how should you treat animals، كيف ينبغي أن تتعامل، how should you وبعدها الفعل في الانفينيتيف. تمام. animals that work for you، we should وأبدأ أقول الإجابة، يبقى how should الإجابة هتكون we should وبعدين الانفينيتيف أو المصدر. تمام. discussing about the importance of factories، مناقشة عن أهمية المصانع، why are factories important،
Why are factors important؟ ليه المصانع مهمة؟ طبعا عموما لما انا اسال عن حاجه ان هي تكون important او لا هقول why is او are، وهقول اسم الشيء وبعدين important يعني مهم. As they save many jobs. As هنا معناها ليه؟ Because. As هنا معناها because. They save many jobs for workers and produce many products. تمام؟ Do all the factories. هل كل المصانع produce تنتج a lot of pollution؟ كثير من التلوث؟ Yes ولا no؟ طبعا لو انا موافق yes I think so. لو انا مش موافق اقول no I don't think so. What would you do if a factory in your area produced a lot of pollution؟ يعني ايه؟ ماذا سوف تفعل لو المصنع عمل في منطقتك pollution او تلوث؟ We would find. We would find. الapostrophe دي هي اختصار لكلمة would. سوف نقوم. We would find ways. هنلاقي طرق to prevent نمنع pollution التلوث caused by these factories المسبب لهذه المصانع. طيب لو انا دلوقتي بعمل ايه giving speech ان انا بتكلم او مثلا عامله مؤتمر عندي meeting وبقول كلمه هقول ايه today I'm going to talk about وبعدها اسم الموضوع النهارده بتكلم عن شيء I'd like to start by saying عايز ابدا بني اقول that واقول جمله واقول جمله to begin with اني ابدا بي وابدا اقول جمله In the next part of my speech وفي كلامي التاني I'd like to أنا أود أن أو أريد أن برضو دي اختصار لكلمة would طيب I'd like to finish by saying عايز أنهي كلامي بإني أقول طب أنا عايز أسأل سؤال هو الكلمتين الحلوين دول يا تيتشر عجبوني قوي ما شاء الله ينفعوا إن أنا أستخدمهم لما أجي أعمل paragraph ينفعوا ينفع تستخدمهم بطريقة ذكية كمان وسؤال ذكي من طالب ذكي نشوف which after asking and answering questions about life experience إذن أنا أسأل عن التجارب الحياتية Have you ever used a telescope? Have you ever used a telescope? هل سبق لك أن أنت استخدمت التلسكوب؟ هو أنت استخدمت التلسكوب قبل كده؟ Yes I used the telescope استخدمت التلسكوب What have you been dreaming? إيه يا ترى أنت بتحلم بإيه؟ Of since you were young منذ أن كنت صغيرا هنا دي معناها منذ since هنا معناها منذ I have been dreaming طيب نقطة كده ومن أول السطر هو هنا بيستخدم الـ إيه؟ بيستخدم زمن إيه؟ الـ have والـ be been يعني بنتكلم عن إيه؟ عن present perfect وده قلناه من قبل كده طالما إنك بتتكلم عن experience فحضرتك بتستخدم المضارع التام يعني have أو has و be been Has any one of your friends tried? Has anyone of your friends tried an usual sport? Yes. وممكن أقول no. بعد كده هنتكلم عن giving and responding an opinion. أنا هنا فوق اتكلمت عن إني إزاي إن أنا أسأل what do you think أسأل أكثر شخص عن رأيه أو إني أقول what's your opinion إيه رأيك؟ هنا بقى دلوقتي أنا هسأل حد سوري هدي لحد رأيي وكمان هقول له أيوة أو لأ تمام؟ What do you think about my plan؟ خطتك إيه؟ In my opinion, Ferrari, it's a clever plan. خطة حلوة. I think it's a clever plan. Do you agree with me? هو أنت موافق معايا أو إيه رأيك? What is the main cause of the dystrophication? ما هو السبب الرئيسي للتصحر? عموما, what is the main cause of ما هو السبب الرئيسي? تمام? I think وأقول الجملة. ده كده السؤال الاول الخاص بسؤال الباراجراف سوري الديالوج تعالوا بقى نشوف مع بعض سؤال القطع واللي ناس كتير قوي بتعمل حركات غريبه ويقول لك ازاي تحل سؤال القطع هو سؤال القطع حله في ايه انك تقراه انسى بقى الطرق اللي هي بيقول لك اقرا الاسئله الاول وبعدين نرجع للقطع لا مفيش الكلام ده انت كده غلط 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 ثلاثه غلط انت الحل الوحيد عشان تحل القطع مظبوط ولو انت يهمك الدرجات نفسك تخش ستيم سكول نفسك تكون حد بيرفكت في الانجليش فلازم تفكر بالطريقه اللي بقول لك عليها دي اول حاجه ان حضرتك هتقرا القطعه كلها ان انجليش تمام بعدها هتقرا الاسئله ان انجليش برضو مع ان انت تحط كده هايلايتر او تحط سيركل حوالين ادوات الاستفهام حوالين او ادوات الاستفهام عشان تعرف كل واحده مطلوب منك ايه مطلوب منك ايه فانت تبدا تقرا القطعه تاني بسج قطعه قطعه وتبدا تترجم معناها وتشوف السؤال يا ترى كان طالب مني اجابه السؤال ده يا ترى في الجزء ده كان طالب مني وين وقت
ولا وير مكان ولا هاو حاله بالشكل ده. اوكي تعالوا نشوف مع بعض هنحل سؤال القطع ازاي. اول حاجه او اول سؤال دايما بيقابلنا في سؤال القطع انه بيطلب مننا put a suitable title of for the passage. عنوان عنوان. يبقى حضرتك يا باشا وانت بتقرا القطع لازم تحط عنوان وخصوصا للقطع او للجزء الاول. تمام. نمبر 2 the passage is mainly about القطعه دي على او عموما عن ايه. The main idea الفكرة الرئيسية of the passage is للباسج هي ايه؟ What is the main idea of the passage? Do you think هل تعتقد why why not? What's your opinion about ايه رأيك في كذا؟ What would you do if you were in the writer situation? هتعمل ايه لو كنت في موقف الكاتب؟ أو إنه يجي يقول لك explain يعني ايه explain وضح. Summarize يعني لخص. What does the passage talk about? يا ترى الباسج بتتكلم عن ايه؟ كل الأسئلة دي أسئلة abnormal أو أسئلة نقول عليها ايه؟ مقالية. أسئلة مقالية بتيجي من فهم حضرتك للقطع. يعني لو ما فهمتش القطع مش هتعرف تجيب الإجابة المظبوطة. تمام؟ والسؤال ده الأنسر بتاعته في المودل أنسر بالنسبة للتيتشرز any answer is true. Any answer is true. خدوا بالكم من الجزء ده. يعني ايه؟ يعني أنا تيتشر إنجلش وبصحح أوراق تالتة إعدادي. السؤال ده عند السمرايز أو عند الباسج مكتوب عندي في المودل انسر اني انسر از ترو. يعني اي اجابه يكتبها الطالب صحيحه يعني اي درجه طالما كتبت جمله صح هتاخدها. تمام بس عايزين بقى شويه تركيز. يعني نبدا بقى مع بعض هنقول مع بعض كده او هنراجع مع بعض الشباب على اهم الباراجرافات اللي عندكم في المنهج. هنقراها مع بعض ونفصصها مع بعض وهحط لكم ستور عند الموست امبورتنت او اللي ان شاء الله من توقعات تيتشر امنيه. خلينا نشوف. A review of a natural wonder in Egypt. يعني review. طبعا انتوا عندكم حاجتين مهمين قوي ما بيخرجش تقريبا منهم الامتحان. الريفيو والبايوغرافي. تمام. اللي هي السيره الذاتيه والريفيو اللي هو زي المقال. فتعالوا نشوف مع بعض اول ريفيو. عن ايه يا تيتشر؟ عن a natural wonder in Egypt. عجائب الطبيعيه في مصر. Egypt has a lot of wonders which can't be seen in other places all over the world. اول حاجه زي ما حضرتك شايف وهي اهم حاجه وهي الجمله الافتتاحيه. يعني ايه؟ انا عارف عجائب مصر مثلا عندنا الاهرامات مثلا او لو احنا بنتكلم عن عجائب طبيعيه راس محمد مثلا. انا عارف ان عندي عجوبة عن عجائب مصر ولكن لازم تعمل مقدمه. خلي الرايتر اللي بيقرا يعني انت كرايتر خلي الريدر اللي بيقرا اللي زي يشوف جمله تشد ان هو يقرا الباراجراف. دي الحاجه الاولى ودي الخطه الاولى وده هتلاقوه في فيديو عندكم عن الباراجراف او طريقه كتابه الباراجراف في كلمتين اتنين. ايجيبت لازم اعمل زي مقدمه introduction. ايجيبت has a lot of natural wonders. انا خدت الحته دي كده اهي natural wonder in Egypt بس بدات بيها. Egypt has a lot of natural wonders which can't be seen in other places. مش تقدر تشوفها في اي حته في العالم. مثلا انا كلمت عن الخارجه اوسيز واحد الخارجه it's one of the Egypt natural wonders. خدت تاني Egypt's natural wonders يعني خدت ثلاث كلمات إضافية. خدت ثلاث كلمات إضافية ضفتهم في نفس الجملة. It is surrounded by desert محاطة بالصحراء far from the river Nile بعيد عن نهر النيل. It's visited by more and more tourists يعني تزار بواسطة أكتر يعني سياح أكتر وأكتر every year يعني كل سنة في زيادة. It's full of date palm trees مليانة من البالم trees. This data can be exported. نقدر نصدره to a lot of other places لأماكن تانية كتير. In addition to selling them وكمان نبيعهم in many shops محلات in the local area في local area أو في المنطقة المحلية. Oasis is a general lie يعني تقع in remote places في الأماكن البعيدة. الواحد تقع في الأماكن البعيدة. Sometimes it's difficult صعب جدا to be reached إن احنا نوصل لها especially خصوصا in extreme weather في الطقس اللي بيكون مبالغ فيه في الحر أو في البرد. People prefer visiting near places remote ones. يعني الناس زي ما بتفضل انها تزور الاماكن القريبة مش عن زيارة الاماكن البعيدة. If they are visited ولو زارتها it's also difficult بيكون صعب to stay in انها تقيم فيها for a few days لايام كتير. ايام قليلة. They are no many hotels مفيش hotels or many houses او بيوت كتيرة around Oasis حوالين الواحات. Simply باختصار because Oasis lie in the desert تقع في الصحراء. الجمل دي انت شفتها دي ايه اصعب كلمه فيها او بمعنى تاني فين الكلمات الصعبه فيها.
لو بصينا مع بعض هنلاقي كلمات سهله. يبقى اول حاجه عشان اكتب باراجراف مظبوط انك تختار الكلمات السهله، ما تختارش الكلمات الصعبه عشان ما تقعش في غلط الديكتيشن. يعني مثلا انا حافظ كلمه بيوتيفول مثلا، بس مش حافظ حروف كلمه بريتي از اكزامبل، والاثنين معناهم جميل، فانا اختار بيوتيفول ما اختارش بريتي، او اختار بريتي ما اختارش بيوتيفول، على حسب اللي انا حافظاه. هنا انا مش يا جماعه انا مش بتعامل على ان هو مش هيسالك، مش هيسالك يقول لك انت ليه كتبت بريتي وما كتبتش بيوتيفول او العكس، ولكن هيسالك يقول لك ان انت الجزء ده عندك فيه غلط فبلاشه. تمام، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان انا شايفين كده الجمل، بصوا الجمل عامله ازاي، يعني الجمله بصوا قصيره ازاي. يعني حتى لو عندك افكار اعملها على جمل، بس جمل قصيره احسن ما تعمل جمله طويله. ليه؟ لو انت حد بيرفكت وتقدر ان انت تعمل كنترول على الجمله بتاعتك من غير اي اخطاء مفيش مشكله، لكن لو انت مش قد المسؤوليه دي فما تعملهاش. يعني اكتب جمل قصيره كتير احسن بكتير ما اكتب جمله كلها طويله واند اند 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 وتلاقي الجمله مليانه غلط. اوكي، تعالوا نشوف which after. A short story you have read Black Beauty. قصة قصيرة انت قرأتها اسمها Black Beauty. طيب انا ما قريتش عن Black Beauty، انا قريت مثلا عن The Prophet محمد عادي، انا قريت مثلا عن ابو بكر عادي. يعني انا هنا مش بقولك ان انت لازم تكتب عن القصة دي او لازم تكتب عن قصة انجليزية او قصة اجنبية، لا، اكتب عن القصة اللي انت تقدر تقول فيها احداث، اكتب عن القصة اللي انت تقدر تقول فيها حصل كذا وكذا وكذا، اكتب عن القصة اللي يكون فيها كلمات سهلة ما تلخبطش فيها. اوكي، I have read a wonderful story about a horse. انا قرأت story او قصة عن حصان. It's called اسمه Black Beauty. It is about the life عن الحياة of a working horse. حياة حصان شغال او بيعمل. Black Beauty had many owners and owners كتير او ملاك كتير. Some of them بعضهم were kind كان لطيف but others were cruel والبعض التاني عنيف. Black Beauty had to work in crowded streets كان لازم يشتغل في شوارع مزدحمة. Most of the time معظم الوقت the weather الطقس was trouble كان فظيع. Although Beauty worked day اثناء اليوم العمل بتاعه and the night والمساء كان بيشتغل الصبح بالليل. He was lucky كان محظوظ to stay in a warm stable لانه يعني عايش في stable warm دافئ. Some horses weren't lucky البعض التاني ما كانش محظوظ to have one. Ginger it was Black Beauty's best friend. Ginger كانت صاحبته المفضلة. She worked for unkind owners اشتغلت عند owners ما كانوش طيبين. They made her work hard خلوها تعمل بشكل قاسي. And they didn't give her enough food ما كانوش بيدوها اكل كفاية. They treated her badly عملوها بطريقة سيئة in other places في الاماكن التانية. Black Beauty met her قبلها one day and they talked for a short time كلموا وقت قصير. Beauty realized adrupt that he had a much better life ان حياته احسن بكتير that many other horses عن الخيول التانية. طيب بصوا كده بقى، تعالوا معايا ثانية. I have read انا قرأت. It's called had where had to was ايه ده ايه ده ايه انتي بتخططي عن ايه ده؟ كل الافعال في الباست، كل الافعال في الباست ومعظمهم طبعا باست سيمبل. ليه؟ لاني انا وانا وانت تتلى ستوري بحكي قصه يبقى انا بتكلم كل كلام في الباست سيمبل. دايما اختار الازمنه اللي تكون بسيطه ليك، ما تعقدش نفسك وتحط نفسك في تركيب الجمله معقده، خد الازمنه البسيطه لان استخداماتها اكتر واوسع. تمام، يبقى انا لما باجي بختار مثلا او بتكلم عن حاجه في الساينس او في العلوم بستخدم البريزنت سيمبل. طب بتكلم عن حاجه في الفيوتشر هستخدم الفيوتشر سيمبل اللي هو ويل وانفينيتيف. طب بتكلم عن حاجه في الباست بستخدم الباست سيمبل. تمام، طب بتكلم عن حاجه فيها اكسبيرينس هنا انت مضطر ان انت تستخدم البريزنت بيرفكت عشان ما تبقاش وقعت في خطا عدم استخدامه للاكسبيرينس. تمام، ده كده ملخص على السريع في دقيقه عن الازمنه. يبقى احنا اتكلمنا عن ازاي ان احنا نعمل انتدكشن مقدمه كويسه من العنوان اللي هو بيدولك، اتكلمنا عن ان احنا نختار الكلمات اللي احنا نكون عارفينها كويس وما نتلخبطش في حروفها عشان ما نقعش في خطا الديكتيشن، اتكلمنا عن ان احنا ازاي ان احنا نستخدم جمل قصيره عشان ما نوقعش نفسنا في خطا جراماتيكي، اتكلمنا عن اختيار الازمنه وازاي ان احنا نختار الازمنه السيمبل البسيطه عشان ما نوقعش نفسنا في غلط ان احنا نعمل جمله معقده والزمن اللي يكون مستخدم ما يكونش مظبوط. تمام، يلا بينا نكمل اللي بعده. Let's go. A short story I have read قصة قصيرة قرأتها. نشوف يا ترى ايه هي القصة القصيرة دي. دي بقى حاجة كده ايه من عندنا يعني شوية. Once upon a time there was a friend whose name is Hamid. ايه ده؟
هو انت ممكن تحكي قصه حد ما كانش موجود او حد من دماغنا او واحد صاحبي او كذا او كذا؟ واي نوت. ذات يوم، المفروض ان احنا هنا بنسيب سبيس كده يعني مسافه ايه، تو فينجرز، تمام. There was a friend whose name is أحمد، صديق اسمه حامد. Sorry. حامد is 16 year old. كان عنده 16 سنة. But he is very talkative. كان كتير الكلام. He claims to know everything about any subject. عامل نفسه انه عارف كل حاجة. When a friend of ours says he is ill. لما حد لما يكون صديق يقول له ان هو مريض، حامد behaves like a doctor. كان بيعمل نفسه دكتور. And he tells him about the medicine. يقول له عن الدواء. And what he should and shouldn't do. يعمل ايه وما يعملش ايه. When a friend says he or she has a party. لما حد من اصحابنا يقول ان هو عنده بارتي، عنده حفله. Hamid tells him about what they should buy. يشتروا ايه. And how to celebrate. وازاي يحتفلوا. The last time Hamid talk was about. اخر مره كان بيتكلم عنها. Was about how brave he is. ازاي ان هو شجاع. A friend says he has a problem. انا عنده مشكله. Was a straight man who always bullies. عن شخص بيتنمر في الشارع. Him and his sister وأخته. And as usual وكالمعتاد Hamid told him that he should fight this bully to stop him from doing that again. قال له لا يا عم الحاجة ده انت لازم تتخاني وتخليه تبطل يعمل البولينج ده مرة تاني. When his friend made Hamid face the straight bully to show him how he would fight against him, Hamid escaped and didn't appear again. يعني لما حامد خدوه عشان يتخانقوا ويعملوا حوار، حامد اختفى ولحد دلوقتي ما ظهرش يعني. تمام. البيوجرافي دي بقى اللي انا كنت بقول لكم عليها، اللي هي عن السيره الذاتيه. يعني انا مش عارفه اقول لكم بصراحه، يعني ممكن انا بيوجرافي عن محمد صلاح لانه شخص جدا امبورتنت مشهور، واحنا كده كده واخدينه في الريدنج اكتر من مره ونقدر ان احنا ايه نتكلم عنه. طيب لو انا عايزه اكون ديفرنت ومش عايزه اعمل عن محمد صلاح، اختار اي موضوع او اي كاركتر عندك في المنهج ولخص عنها خمس ست جمل واركنهم معاك كده جوه مخك، احفظهم كويس وخليهم وقت الحاجه. تمام. انا هتكلم عن ايمن رجب. خلونا نشوف. ايمن رجب is from the village of الدبيبيا. اول حاجه بتتكلم عنها، اول حاجه بتتكلم عنها في اي شخصيه هو نقدر تقول ان هو اتولد فين. تمام. just south of Luxor، في الاقصر. طب لو انا عايز اكتب ان هو من الاقصر بس عادي مفيش مشكله. He is a member of NASA's technology. هو ايه الانجاز بتاعه؟ شغال ايه؟ Transfer program. A project that aims to know. وهو مشروع يهدف الى the usage استخدام of different technologies للتكنولوجيا الحديثة in space. رجب graduated اتخرج from the faculty of engineering من كلية الهندسة at Aswan University في جامعة أسوان. بما اني انا بعمل بايوجرافي فلازم اقول الشخص ده اتخرج من سنة كام؟ سوري من جامعة ايه وفي سنة كام؟ He worked as a teaching assistant at the university until 2019. He is currently working as a space science researcher. ولازم تقول لو هو عايش هو دلوقتي شغال فين؟ At the Faculty of Technology at the University of Oulu in Finland. He was honored at Karam by NASA in 2019. When he took part لما شارك in a competition to come up with smart solutions for recycling in space. Winning second place وخد المركز الثاني again in 2021. NASA agreed to his research وافقت على البحث بتاعه on ways to achieve sustainability عشان تكون في استدامة and save energy وحفظ طاقة in low gravity في الجاذبية المنخفضة environments أو في بيئات الجاذبية المنخفضة. تمام؟ أنا برضو ترجمت لكم أهم الكلمات. برضو أنا بعرض لكم الصعب والسهل. وانتم بقى عندكم الاختيار. لو انتم شايفين ان الامور صعبه في ايمن رجب فانتم ممكن تختاروا محمد صلاح. لو انتم شايفين محمد صلاح انه حد يعني الناس كلها بتختاره وحابين تكونوا مختلفين زي ما قلت لكم الاختيار التاني اللي عندكم تعملوا ايه. دكتور فاروق الباز برضو من اهم الشخصيات اللي سهل جدا ان احنا نعمل عليه بايوجرافي لانه موضوع سيمبل. دكتور فاروق الباز was born in زجازيج، اتولد في محافظة الزقازيق on January on 2 January في سنة في يوم 2 January 1938. He is in an Egyptian space scientist هو عالم فضاء مصري. He studied geology درس طبقات الأرض at the University في الجامعة of Suhaj.
Egypt between 58 to 60 من سنة 1958 ل 1960. He also studied درس in Germany في ألمانيا between 64 to 65. He worked with NASA, اشتغل مع NASA on exploring the moon and the planning of the Apollo program في برنامج أبولو. He studied the geology, درس علم الأرض of the moon للقمر. So he advised, نصح the astronauts, رواد الفضاء, where to land, كان بيقولهم فين يهبطوا. After studying the moon, وبعد دراسته للقمر, دكتور الباز studying deserts, بدأ ان هو يدرس الصحراء on the earth, على كوكب الأرض. He used the satellite, واستخدم أقمار صناعية to find rivers, تلاقي الأنهار that were under the sand, تحت الرملة. And this work has helped Egypt to decide مصر and other countries ودول أخرى to find new water, إن هم يلاقوا مياه جديدة. Before this work, وقبل هذا العمل, دكتور الباز had also helped ساعد to develop special cameras, في استخدام تقنيات لكاميرات special من نوع خاص on the space shuttle, على المكوك الفضائي. He is married, اتجوز. لازم تتكلم كمان عن حياته الشخصية. He has four daughters, عنده أربع بنات. And six grandchildren, وستة أحفاد. Now, الباز is a research professor, هو أستاذ جامعي, and director ومدير of the Center of the Remote Sensing للاستشارة عن بعد at Boston University, في جامعة بوستون in Boston. This is most important. ده مهم. Very important. Number two. A review of social media. عن التواصل الاجتماعي. مش بس هيساعدك هنا, ده انت ممكن كمان ان يكون الانترنت. انا ممكن استخدم الموضوع ده في حاجتين. في عنوان باسم A review of social media او A review on the internet او على الانترنت. تمام؟ أو عموما كلمة الإنترنت. Why not? Social media has become the main source of news, بقت مصدر أساسي للأخبار. These days, في الأيام, 68% حوالي 68% of people who have internet access. وأنا بكلمكم دلوقتي ممكن 68% دول يبقوا 90%. تمام؟ لأن النسبة بتتغير. Have internet access, get their news, في الأخبار, from social media. Although this means, على الرغم من هذا, يعني that we can find the news, نلاقي الأخبار بسهولة, and get regular updates, ونحدث أول بأول on your phones, من على التليفون. In my view, من وجهة نظر, I think that social media has a negative impact, ليها تأثير سلبي on news, على الأخبار and society والمجتمع. News which is often bad, الأخبار دايما بتكون سيئة, can make people stressed, بتخلي الناس مضغوطة and worried وقلقانة. A recent survey, إحصائية الأخيرة, found that more than half of Americans, أكثر من نص الأمريكان, say they get an access, بيجي لهم ضغط عصبي and sleep badly, وبيناموا بشكل بشع because of the news, بسبب الأخبار. Furthermore, بالإضافة إلى ذلك, not everything, مش كل حاجة we read بنقرأها or see on social media أو نشوفها على السوشيال ميديا is true, بتكون حقيقية. If we share it, لو إحنا شيرناها, before checking the facts, لازم نفحص الحقائق. We might spread false, بنبقى بننشر حاجة غلط أو معلومات information غلط. Enter, من ناحية تانية, this means, ده معناه that the public, إن العالم أو العامة stops you of trusting journalists, هيبطلوا ثقة أو مش هيكون عندهم ثقة في journalists and the news والأخبار in general بشكل عام. Biography of Farouk Shusha. Biography عن فاروق شوشة, وده شخصية تانية. Was born in January. أنا خليني بس إيه نعمل كده spotlight إن السوشيال ميديا دي مهمة. نفس فكرة السيرة الذاتية. أول حاجة, اتولد فين وإمتى. تمام. تاني حاجة, شغال إيه أو هو دلوقتي إيه, الحاجة المميزة اللي هو عاملها, وعايش فين وبيشتغل ايه دلوقتي. تمام. فاروق شوشة was born on January 9th January 1936. He was an Egyptian boot, كان شاعر مصري. He presented at the popular television program, برنامج التلفزيوني المشهور, أمسية ثقافية, cultural evening, from 1977, من سنة 1977, so 2006 2006. Shusha was born in Dumyat, اتولد في دمياط, where he went to كتاب, كان بيروح للكتاب. Shusha read poetry, كان بيقرأ الشعر in his free time, في وقت فراغه. He began reading Arabic poetry, بدأ يقرأ الشعر
العربي at local library في المكتبة المحلية where he read everything قرأ كل حاجة from the Islam the pre-Islamic period عن الفترة اللي قبل الإسلام through modern poets إلى الشعر الحديث شوشا joined دار العلوم where he was known كان مشهور as a student poet بالشاعر الطالب after he had graduated وبعد ما تخرج he began working as a radio presenter اشتغل مقدم برامج في الراديو he became the head of Egyptian's radio بقى يعني البرنامج بتاعه بقى اكتر برنامج مشهور في الراديو then he moved to the television وانتقل للتلفزيون and was named وتسمى the guardians of the language يعني حارس او حراس اللغات He died on October with mid سنة في 14th في 14 أكتوبر سنة 2016 أنا كاتبه لكم أكتر من بايوجرافي وأنتوا اختاروا بقى اللي يعجبكم تمام صفية المهندس صفية المهندس was the first female voice أو صوت نسائي on the radio في الراديو صفية was born in 1922 سنة 1922 in Cairo Her father was a famous linguist كان لغوي شهير He encouraged صفية شجع صفية to read Arabic books إنها تقرأ كتب عربي and novels روايات صفية also studied English literature ودرست الأدب الإنجليزي at the university في الجامعة and graduated from the faculty of arts وتخرجت من كلية الأداب in 1945 سنة 1945 in 1947 صفية joined Egyptian radio بقت مشهورة جدا في الراديو المصري and she was the first female radio presenter وبقت أول مقدمة برامج بنت أو بنوتة نساء صفية presents programs for women and for children للأطفال والنساء her most famous program أشهر برنامج ليها housewives ربات البيوت presented news وده تقدم نيوز بتقدم اخبار education advice نصائح تربويه and drama for the whole Egyptian family ودراما للاسر المصريه عموما صفيه was very kind كانت ودوده جدا and helpful متعاونه to all radio broadcasters لكل العاملين في الراديو she helped everyone كانت بتساعد كل الناس and so she was called سموها the mother of the broadcasters يعني ام البرودكاسترز اللي هم العاملين في الراديو بس Sophia was head of the radio broadcasting from 1975 she retired لحد ما تقاعدت سنة 1982 A biography of professional sports person biography طبعا ما ينفعش ان احنا نفوت محمد صلاح محمد صلاح is professional sports person شخص محترف رياضي he was born in village called Nagreg in غربية تولد في الغربية he was born in 1992 he is very polite and helpful متعاون وهادي ومؤدب جدا he has played for many teams اشتغل يبقى has و بيبي اشتغل يبقى have و بيبي يبقى احنا طبعا بنتكلم عن experience شغل بنتكلم عن have او has و بيبي اشتغل في فرق كتيرة He also plays for the Egyptian national team. He scores many goals. جاب أهداف كتير for our national team لفريقنا القومي. He plays for Liverpool. بيشتغل في Liverpool in England and scores a lot. وجاب أجوان كتير. It's a very good team. ده فريق كويس جدا. صلاح wins a lot of important prizes. يعني كسب جوائز كتير and the championship ومسابقات. He always gives money to charities كمان بيدي فلوس كتير للمؤسسات الخيرية to help build the schools عشان يساعد في بناية المدارس hospitals المستشفيات and help poor people ويساعد الناس الفقراء around the country حول البلد حول الريف He always has a big smile دايما عنده ابتسامة كبيرة on his face We all love him very much عشان كده دايما يعني كلنا بنحبه ممكن نقول كمان ان احنا ايه people are called him the happiness maker او صانع السعادة future ده مهم قوي review مقالة of how learning will be like in the future يا ترى التعليم هيبقى عامل ازاي في المستقبل وانتوا اكتر الناس تقدر تتكلموا يعني الاجيال دي اكتر ناس تقدر تتكلم عنه لان هي اكتر اجيال تعتبر بدات بالليرنينج او اونلاين ليرنينج التعليم الاونلاين وشكله يبقى عامل ازاي فاكيد هيكون عندكم تخيل واضح للتعليم في الفيوتشر before now قبل دلوقتي the learning process العمليه التعليميه depend on كانت بتعتمد على books blackboards and classrooms تعتمد على ثلاث حاجات كتب سبوره وفصل in fact في الحقيقه the process develops all the time العمليه دي كانت تنمى على بطول او بامتداد الوقت Came after that the whiteboard بعدها بدأنا نجيب ال whiteboard CDs CDs and DVDs next وبعد كده came the educational programs البرامج التعليمية
and the smart boards والسبورات الذكية. Today احنا دلوقتي we are in the age of online learning في عصر التعليم عن بعد. The educational platforms المنصات التعليمية have controlled the learning process بقت تتحكم في العملية التعليمية. I think in the near future أعتقد في المستقبل the computer and the robots will develop thinking. Computers may choose what sort the mentality يعني يا ترى المخ ده هيكون يدرس ايه؟ ده علمي ده أدبي. And the age of the learner وحتى عمر المتعلمين. And they will decide وهو اللي هيقرر on the quality الجودة and the quantity والكمية of the curriculum للمنهج اللي هيدرسه كل واحد فينا. تمام؟ انتوا بقى حطوا احتمالاتكم، حطوا افكاركم، يا ترى تفكيركم التعليم بعد كده هيكون عامل ازاي؟ وده very important مهم قوي الموضوع ده. Out of view of your dream job. الدريم جوب يا اما لو ما جاتلكش في الباراجراف هتجي لك في الديالوج، يعني حاجه very important برضو. تمام؟ وكمان general، يعني هو دايما بيبحثوا عن الحاجات الجنرال عشان نقدر نتكلم فيهم كويس. We all agree that everyone has dream. كلنا عارفين ان كل واحد فينا ليه dream of job، وظيفه ايه احلامه. My dream job is to become a famous writer، ان يكون كاتب مشهور. From the early age، في عمر مبكر. هنا بقى احنا نقدر نقول ايه؟ مثلا لو احنا بنقول ان احنا نكون رايتر، فاحنا ممكن مثلا ناخد زي شوشه، نتكلم عن شوشه، نجيب سيرته، نقول والله ده كان كذا واجتهد وبقى كذا. لو انا مثلا حلمي ان انا اكون مثلا ان انا اكون ريسيرشر او زي فاروق الباز. لو انا حلمي اكون لعيب كوره، اجيب سيره محمد صلاح واكتب عنه جملتين ثلاثه، يبقى انا كده عملت ميكس ما بين الموضوعين. يبقى اللي يجي يقول لي يا تيتشر اللي موجود على السبوره ده مش العدد من الكلمات المطلوب مني في الاختبار، هنا هقول لك انت بدماغك تقدر تخليه اكتر من هو طالبه منك. لو طالب 100 هتقول له 150، لو طالب 150 هتقول له 200. anyway المهم ان انت ترتب افكارك، ترتب افكارك. وهتلاقي فيديو هسيب لكم في الديسكربشن ازاي ان انا قلت ان احنا نظبط ورقه امتحان الخاصه بالباراجراف. اوكي. Writing a talent that requires special skills. So I started to take a course during the summer vacation. قررت اخد كورسات في الصيف. The year after the course, السنة اللي بعد الكورس, I joined a writing competition. دخلت مسابقة كتابية in my school في المدرسة. And came the second. وجبت الرقم الثاني. After I finished my school, بعد ما خلصت دراستي, I hope I will join the faculty of arts. يعني بدأت ان انا احلم ان انا ادخل كليه الاداب. And study وادرس at the press department في قسم الصحافه. My role model البطل او المثل الاعلى ليا is نجيب محفوظ. وانا نجيب محفوظ. And I'd like to not only a writer مش بس عايز اكون writer but a man of literature يعني رجل من رجال الادب as well. I hope to win the Nobel Prize واحلم اني اكسب جائزه نوبل of literature one day. And the end وفي النهايه I'd like to say عايز اقول if you have a goal لو عندك هدف you must work for it لازم تعمل من اجله. A review of the future homes عن المنازل في المستقبل. There is no doubt ما فيش شك that technological development التطوير التكنولوجي is a never ending process لا ينتهي. Every day technology offers us التكنولوجيا بتورينا surprises مفاجآت. That appear at first amazing and as soon as time passes it becomes a part of history. في الأول بتكون حاجة مذهلة أو حاجة غريبة بنلاحظها، ولكن بعد فترة بتبقى جزء من حياتنا أو جزء من التاريخ. I think future homes أعتقد المنازل في المستقبل will be connected to the internet هتكون متصلة بالإنترنت and our mobile phones والموبايل. If there were no person لو ما فيش أشخاص at home في البيت I'd manage to open my home أتحكم في فتح بيتي and begin getting my meal وأجهز الأكلة بتاعتي ready to throw my mobile من خلال موبايلي. I think technological application أعتقد إن الـ applications أو التطبيقات الإلكترونية will have a great role هيكون ليها دور كبير at home في المنزل. There will be an application that adjusts بتنظم the temperature درجة الحرارة. So we will of course descending in Waza with air conditioner في تكييف الهواء. There will be an application that cooks meals بيطبخ الأكل. There will be an application that order يطلب. I think there will be also an application that washes clothes يغسل الهدوم and the dishes والمواعين. رجاء يا جماعة يجي التطبيق ده بسرعة please. Technology may not surprise مش هيكون في مفاجآت تاني as if it develops لو بتتطور an application for teaching our children حتى التعليم هيكون في application لتدريسه
instead of schools and teachers بدلا من المدارس والمدرسين. احنا هناخد النص الاولاني من الفيوتشر والنص التاني مش هناخده يا جماعه. اوكي طيب تعالوا نشوف which other. A review of a visit to Red Sea, زيارة إلى البحر الأحمر. A visit to the Red Sea can be the best choice, الاختيار الأفضل of a holiday, للهوليدي. It extends along of the southeast of Egypt, هو في الشمال, في الشمال الشرقي of Egypt المصر. It is one of the warmest seas, واحدة من أهم أو من البحار الدافية جدا in the world في العالم. The areas, المناطق around the Red Sea حول البحر الأحمر are marked by its beautiful views, معروفة بالمناظر الرائعة ليها. Visitors can see hundreds, كمان الفيزيتورز الزوار يقدروا ان هم يشوفوا مئات من الأسماك and sea animals والحيوانات البحرية. Like the beautiful green turtles, زي مثلا الترتلز أو السحلفة اللي هي الخضرة الكبيرة and the coral reefs والشعاب المرجانية. So many tourists enjoy diving, عشان كده في ناس كتير بتستمتع والسياح بيستمتعوا بالدايفنج. At night, وفي المساء, visitors can buy lovely silver jewelry, يقدروا يشتروا مجوهرات طبعا الانتيكات الفضية or traditional handcrafts أو حتى handcrafts تكون يعني traditional تقليدية. People are growing thousands of mangrove, كمان الناس بتزرع mangrove كتير seedling along the coast حول الساحل to protect the area, عشان يحمي المنطقة from rising sea animal leaves أو يحمي سطح البحر. Finally, أعتقد I believe that it was a fantastic experience, enough, يعني خبرة أو رائعة أو تجربة رائعة. تمام؟ بعد كده عن تنرزي بوت. تعالوا بقى. طبعا كل الكلام ده هتلاقوه في المنظمة. تمام؟ تقدروا ان انتوا تلخصوا منه أهم الجمل اللي تتحفظ. بعد كده تعالوا مع بعض ناخد الإيميل. أو تركيبة الإيميل. أول حاجة تو وفروم وسبجكت او اباوت. عند التو حضرتك بتكتب الايميل اللي انت باعت له بتاع صديقك يور فريند اللي انت هتبعت له الايميل. تمام؟ عند الفروم هتكتب ايميلك كامل طبعا اللي هو بيديهولك مش اللي انت بتقوله. وحذاري تكتب اي اسم، حذاري تكتب اي اسم في ورقه الاختبار تعتبر علامه. بعد كده about او subject هتكتب فيه العنوان، عنوان الموضوع. وناخد بالنا من حاجة، لو هو بيقولك your في العنوان فانت هتحولها الى my، يعني your holiday و your vacation فانت هتقول my vacation. هنا انا حطيت لك مقدمة يا رب تكون مفيدة. Hi dear كذا عزيزي فلان، I'm happy to write to you، انا مبسوط اني بكتب لك. How are you and your family، ازيك وازاي اسرتك او عيلتك. I hope you are very well، اتمنى ان انت تكون على افضل حال. I'd like to tell you about، عاوز اقول لك عن، وابدأ اهبد الجمل بتاعتي اللي عاوزها. في النهاية هقول with my best wishes، مع تمنياتي، وهقول اسمي برضو اللي هو من دوني، يعني هنا اسم صديقك وهنا اسمك، ولكن اللي هو مديهولك في الايميل ما تجيبش حاجة من عندك. ده كده مقدمة وخاتمة كمان تقدروا تستخدموها لو انتوا حد حفيظ وعايز يكتب كلام كتير ومش عايز يجيب حاجات من عنده كتير. We can't deny، لا نستطيع ان ننكر، ذات ان، واكتب هنا اسم الموضوع. Is a very important topic، هو موضوع مهم جدا، to write about، اني اكتب عنه. I hold my pen، مسكت قلمي. Collect my ideas، جمعت افكاري. And search for the suitable thoughts، عن اهم الحاجات اللي لازم اكتبها. And words to express، والكلمات اللي اعبر عنها. About this topic، عن هذا الموضوع. To start with، عشان ابدا، I should say، لازم اقول that the topic is a very vital topic in our life، ده احسن موضوع اعمله في حياتي. All my teachers، كل teachers and friends think it's very important، ان ده حاجة مهمة جدا. ونبدا بقى نكتب عن موضوعنا. وفي النهاية تعالوا نقول بقى الخاتمة او ال conclusion. To conclude، لان انا اختم، I hope، اتمنى، that I can express، اني اقدر اعبرت، in a good and suitable way، بطريقة جيدة ومناسبة. About this topic، عن هذا الموضوع. To cover all the points، وجمعت كل النقط. I should cover، اني اكون عملت لها تغطية. دول كده للباراجراف. تمام؟ تقدروا تحفظوهم وتكتبوهم لو انتوا حد ما بيعرفش يكتب مقدمة او ما بيعرفش يدخل في الموضوع ازاي. تمام؟ هسيبها لكم برضو في المنظمة، كلها موجودة في المنظمة.
دلوقتي بقى ميعادنا مع المراجعه النهائيه للغه الانجليزيه الشهاده الاعداديه في يوم بتاريخ الاربعاء 10 مايو. دي المراجعات النهائيه اللي كانت في جريده الجمهوريه في الليالي اللي قبل الامتحان. عايزه اقول لكم ان جورنال الجمهوريه بيجيب اسئله بتيجي زيها بالظبط في الامتحانات، لان ده الشكل الرسمي، ولا كتب ولا دياولو، ده الشكل الرسمي للاسئله. فهنقول مع بعض، طبعا هي دي مش الاولى والاخيره، في حاجات تانية كمان، ولكن ان شاء الله باذن الله هنبقى نتكلم فيها في حلقات تانية، او في ان شاء الله ابعتها لكم على الجروبات بحيث ان انتوا تحلوها، ولو حد عنده اي كومنت. تمام، تعالوا نشوف. نمبر 1، طبعا هو ده شكله زي شكل الامتحان، ادي ديالوج لانجويج فانكشن، بعد كده الريدنج كومبريهنشن، بعد كده الكومبريهنشن دي اللي انا سايبها لكم برده في المنظمه. اوكي، هنحل مع بعض شويه اسئله منها، والباقي هنخليه تحلوه وتبعته لي. اوكي، وده طبعا الكوريكت. هنحل مع بعض اول ديالوج وهقول لكم ازاي بنحله. يعني اول كويستشن عندنا وهو عن الديالوج. تمام، فرنش ذا فولوينج ديالوج. اول حاجه احنا قلنا واتفقنا في اول الفيديو هنعمل ايه، هنقرا الديالوج كله بالانجلش مارك. اتفقنا؟ تمام، ليتس جو. دينا از توكينج تو يورا، بتتكلم مع يورا. وير ار يو جوينج يورا؟ ار يو ترافلينج سم وير؟ وير هاز يور براوزر بين؟ ذا ترين ارايفز ات 8 o'clock، كان اي جو ويز يو؟ طبعا انا هتلاقوني هحط لكم في المنظمه ورقه الجورنال دي بالاجابات بتاعتها كلها واضحه. اي حد بقى عنده اي كومنت او اي حاجه مش فاهمها يبعت لي على جروب الواتساب على طول، وانا اجاوب ان شاء الله دايما. تمام، احنا هنا هنقول ايه؟ اول حاجه وانت بتحل لازم تاخد بالك من الاجابه بتاعتك تكون نفس التنس، تكون نفس الزمن. تمام، وير ار يو جوينج؟ هقول ام going to my brother، يبقى انا رايح عند اخويا مثلا. Are you traveling somewhere؟ Yes I am. وممكن انا هنا اقول مثلا اسم اي بلد. تمام، وهنا اقول yes I'm going to my او I am traveling to my brother. Where has your brother been؟ هو فين؟ He has been to Alex مثلا، او الكسندري ولندن. وي ذا ترين، يبقى القطر. arrives at 8 o'clock، يبقى وين، امتى. الفيرب هنا بلس اس، فاستخدم does. the train arrive. can I go with you؟ ممكن اجي معاك؟ sure او yes you can. تمام، بكده بنحل الديلو. انا طبعا هسيب لكم بقيه الامتحان تحلوه وتشوفوا اجابتكم صح او غلط. تمام، ويتراجعوا كمان ان شاء الله باذن الله. اسئله الجورنال دي مهمه جدا، وبتيجي على فكره كابي بيست، يعني بتيجي في الامتحان زي ما هي بالظبط. فانتوا كمان تابعوا بتاعه السنه دي، مش هقول لكم بس ان احنا هنحل السنه اللي فاتت سوا، لا ده احنا مع بعض بنراجع وبنحل اسئله الجورنال، وبنخلص كتاب المعاصر، خلص كل الكتب اللي علينا. ثالثه اعدادي مرحله مهمه جدا ومحتاجه تركيز قوي جدا جدا. تمام، حلوا على قد ما تقدروا، ودي نصيحتي ليكم، كل ما تحلوا اسئله كل ما يكون عندكم اكسبيرينس اكتر تنفعكم ان شاء الله باذن الله. وانا معاكم باذن الله لحد ليله الامتحان، ربنا يطمنا عليكم كلكم، وان شاء الله تفرحونا باعلى الدرجات. ثانك يو فيري ماتش اند باي باي.